بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني في الله، ننظر الآن إلى كيفية التيمم. جاء عند أصحاب السنن من حديث عمار بن ياسر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبت فلم أجد الماء، فبعث صلى الله عليه وسلم سأني فأناره. And I became junub, a ihtalam. He had a wet dream, he was junub, and he didn't find water. والوضوء لا يكفي للحدث الأكبر، يحتاج إلى الغسل. And wudu is not sufficient for major impurity. He didn't find any water. قال: فتمرقت في الصعيد كما تتمرق الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له. He said, I rolled around in the dirt like an animal. The cattle rolls around in the dirt. Then I came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and I told him that. قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تصنع بيديك هكذا. He said it was sufficient that all you had to do with your hands is do this. فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة. He hit his two palms on the ground. One hit, one time. نعم. ثم قال: ثم نفضهما، أي ضرب بعض حتى يتساقط التراب. He hit them together. وفي رواية نفخ فيهما. He blew in them. حتى ظاهر التراب يسقط. So that the تراب on the top of his hands would fall. ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله. والظهر شماله بكفي كف اليد. Then he wiped on the top of his hands with his left hand and the top of his right hand with his left hand. ثم مس بهما وجهه. Then he wiped with both of them his face. جاء في رواية مسح كفيه ثم وجهه أو وجهه ثم كفيه كلاهما جاهز. هذه هي كيفية التيمم. It comes that you wipe your palms, your hands first, outside your hands first. All your face first, both of them صحيح. وبهذا أكملنا مسائل الوضوء. جزا الله أخانا أكرم الغيثي الذي ألف هذا الكتاب. أخذناه في 36 درس. We completed these matters and these issues in 36 classes. وغد نبدأ بالتلخيص الموجز على أحكام الجنائز. Tomorrow we'll start with the rules and regulations concerning janazah. نكتفي بهذا. نسأل الله أن يبارك فينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.